في حيوان ودي اصيده. افا عليك هذا كوكتيل حفظني. ما شاء الله. كل هذا النور هو بعد كثر، كل بذرة خير انت اللي بذر. كل هذا النور هو بعد كثر، كل بذرة خير انت اللي بذر. اوبا ولا خلينا نجسين عشان سينازل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. وش ذا المكان؟ وينك فيه عبد الرحمن؟ الحين بجاوبكم على الأسئلة هذه. أول شيء أنا في المدينة الجميلة جدا أبها، خصيصا السودة. ما شاء الله تبارك الله، تشوفون الجمال، تشوفون الخضار، ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم أجواء وجمال. يا سلام يا أبها. طبعا حنا مع عمالي تقريبا كل سنة نصيف أبها، نروح ناخذ أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع على حسب، لكن ما قد وثقت الشيء هذا. المرة هذه بوثق لكم. يا جماعة شوفوا الجمال، شوفوا الخضرة، يا سلام ما شاء الله تبارك الله. معليش يا جماعة على الشيء اللي بتشوفونه الآن. قد مرة تكلمت عنه في فيديو اللي هو حق ثلاث أيام في البر، والآن بتكلم عنه، لكن المرة هذه كلام بيصير أقوى. شوفوا يا جماعة، الله يجزاهم خير، هم نيتهم طيبة، يبغون يحطون الأكل الزايد للحيوانات تأكل وتستفيد، لكن حط الصماط هنا. هذا وسخت المكان كذا. إذا كنت بتحط الأكل على الأقل حطه بدون الصماط عشان تجي الطيور تأكله تجي كذا، لكن البلاستيك من بياكله؟ إلا إذا كنت بتحطه بعدين بترجع تشيله في نفس الوقت ممكن، لكن إذا كنت بتروح وتخليه ما يصلح، المفروض إنك تشيل معك البلاستيك. وهذه حاطينها من بياكلها؟ ناظر هنا، ناظر هنا بعد، ناظر هنا، كل ما تمشي لك شوي تلقى لك، ناظر هنا، والله العظيم حرام يا جماعة. مبادرة في بالي ودي أبدأ فيها، وقد كلمتكم شوي عنها. المرة هذه إن شاء الله بإذن الله بنبدأ أطبقها، وبأبدأ أطبقها مع مين؟ إن شاء الله مع أهلي وعائلتي. هذول الجماعة الحين جالسين هنا، وبقول لهم الفكرة والمبادرة اللي في بالي. أنا متأكد إن كلهم إن شاء الله بيوافقوني الرأي. قبل لا أقول فكرة المبادرة، شوف الشاهي اللي بيضبط الرأس عشان الجميع يروق يوافق إن شاء الله. ما أدري إيش السالفة طبعًا، صح؟ طيب. يا جماعة السلام عليكم. في مبادرة وكلام ودي ابداه، وانا متاكد ان شاء الله انكم كلكم توافقوني الراي. طبعا الان انا قاعد اصور في قناه في اليوتيوب، ابشركم الحمد لله وصلت 1,700,000 مشترك. ما شاء الله، ما شاء الله. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضلكم، لكم دور كلكم. شجعتوني، اذا كان في مقطع تنشرونه، اذا كان في اغلاط تصلحون لي. يكفي اني جايب الكاميرا واصور، ولا واحد منكم قال لا تصور ولا اشغلتنا ولا ازعجتنا. هذا بحد ذاته دعم، فالله يجزاكم خير وشكرا على كل ما تقدمون. وانتم اخوان المشاهدين الشكر موصول لكم، واعتبروا كل كلمه اقولها موجهه لكم ايضا، وعشان كذا طلبت منهم انهم يصورون. الله سبحانه وتعالى يسالني عن كل هالناس اللي تابعوني، وش قدمت لهم، وش الاشياء الزينه سويناها. فودي ابدا مبادره طيبه صراحه عن منها في السعودية بشكل عام، بغض النظر عن الأسباب، لكن لازم أن نبدأ نعالجها، اللي وهي ظاهرة الصراحة الوسخ في كل مكان، أو القمامة يعني، أو باقي الأكل أو اللي هو. فدامنا الحين حنا في مكان للطلعات الجميلة مثل أبها والأماكن الحلوة، وللأسف يكثر فيه الشيء هذا. فودي نبدأ مبادرة أن أي مكان نزوره مو بس حنا ننظف اللي حنا جبناه، لا أيضا ننظف زيادة عليه من الناس اللي مبقين. إذا بنقعد نعتمد على مثلا اللي ينظفون ولا على الأمور، ما نحن متقدمين. إذا ما بدينا من أنفسنا حنا أن نشوف المشاكل ونعالجها، ولا ننتظر على قولتهم كلام من احد، باذن الله ان شاء الله بنتطور، وباذن الله بنوصل ان شاء الله احنا نبغاه. فانا هذه فكرتي في المبادره، وان شاء الله باذن الله اي شخص يشوف الفيديو يبي يبدا معنا المبادره هذه. لكن انا قلت ابغى ابدا مع عائلتي وجماعتي، فما رايكم؟ موافقين؟ الله يجزاكم خير. موافقين؟ موافقين؟ صدقه صدقه، موافقين؟ موافقين؟ نبدا ان شاء الله من اليوم هنا، من الحين. يلا الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم. كل هذا نور. الله يجزاك خير يا عبد الرحمن. والشباب ما شاء الله تبارك الله، شفت قبل شوي الشعيب اللي نازلين فيه؟ هذا الحين ان شاء الله بالنظر. الله يعطيكم العافيه. سلام عزوز، القائد عزوز. شوف شوي معهم. هذه احد الاكياس اللي جمعناها، بركبها الحين. وان شاء الله باذن الله اي مكان نروح له نجيب معنا اكياس وبننظف، ولازم انتم تساعدونا باذن الله بتعاوننا ان البلد بيتغير. شوفوا الفعاليه الجميله، وشوفوا شلون بيسوي الفطور. يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. ها ابو سعود، طيب السلام، كيف عليكم. الامور والله بالنسبه للامور هذه، طبعا الصاجه حقت الشباتي، هذا البيض هنا، طبعا نستخدم هنا جلوفز، ادوات التنظيف كل ربع ساعه عندنا تعقيم وتنظيف للصاجه. الله اكبر. طبعا الكرك حق الاستاذ، حق استاذ ابو صالح، حق ابو صالح. اليوم ان شاء الله فعاليه، يعني اتوقع
لو دروا اهل الجنوب كلهم بيجون هنا. الله الله شيء نظيف شيء مرتب. هذا البريق الكرك هذا ولا الشاي ولا عليك هذا كوكتيل اليوم ان شاء الله خليكم تاكلون ترقون الاجبال. يا سلام يا ابو صالح. وهذا الحنين هذا الحنين حق مين يا هذا حنيني ام وليد. ام وليد اللي هي حلوه اللبن. حلوه اللبن اللي هي هم يدرون اللي هي امك يا غالي. يا سلام عليك هذا عبد الله اخوي. ليش نرجع هذا فريت فريت معلش عمي يقول فريت هذا فريت بنت خالته قاعده تسرح. شو هيدا شو هيدا حلو عليك الثلاجه هذه وش سالفتها ابو سعود؟ طبعا جانا واحد تو يسال يعني يحسب عندنا ثغره قال وين الجبن؟ اوه ما يدري ما يدري. طبعا قلنا له تعال الاشياء ذي نحفظها في عندنا الثلاجه ذي نحفظ فيها والحمد لله. كل هذا وهذه فقط البدايه ما شفتوا شيء. يا سلام هذه بالجبن ما شاء الله تبارك الله لو تشم الريحه يا سلام يا ابو صالح نظلتوني نظلتوني. ها وش انطباعك يا عم عن الاكل؟ لا ممتاز 10 من 10 رائع جدا جدا. نوتس بيض نوتيلا جبن يا سلام هذا الجبن. الله 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 يا سلام. شوفوا عشان تدرون بس ناظر ناظر شوف محمد قاعد ياخذ طلبات ايش؟ طلبات الحريم. شوف هناك قسم الحريم قاعدين نسوي لهم. شفتوا الحريم ها؟ تدرون شنو نبغى يا شباب؟ في حيوان ودي اصيده. اوه بس وشو؟ نبغى لا الله نمر عربي نبغى نصيد ضفدع. امس لقيت ضفدع هنا يناقز. طيب نبغى الحين نلقى ضفدع ونبغى نصيد. وصلنا للمويه غالبا الضفادع تصير في الاماكن هذه ان شاء الله نلقى واحد قريب. اتوقع نلقى هنا. شوف مكان جميل يا شباب. شغلوا اذانكم تبي تسمعون كذا شيء يخرفش في الشجر ها ها اعرف ان شاء الله ضفدع. فارس يقول طيب اذا ما لقينا ضفدع ايش بتسوي؟ بتحذف اللقطات اللي قبل؟ قلت لا ان شاء الله بنلقى ما راح نستسلم. الله والله مكان جميل. شوف شلون يا شوف الاحجار هنا كيف هنا المويه متجمعه والحجر. لو اليوم جاي مطر كثير او قبل يومين جاي امطار كثيره كان هذا يسيل كامل. لكن للاسف لابد من المناظر هذه. لابد من شيء يخرب كل شيء. شف شف البلاستيك شف الوسخ كل مكان. شف ناظر هنا ناظر هناك. وللاسف للحين ما لقينا ضفدع. يلا رجعنا بس وحنا راجعين في الطريق خلونا نركز باذن الله بنلقى. يلا والى الحين وحنا ندور وما لقينا. سالفه علي والله ما ادري. والى الان ما لقينا. صار لنا يمكن 45 دقيقة أو أكثر. حتى جاء سعودي ساعدنا ولقينا ضفدع أخيرا. لكن ضفدع صغير. لكن ضفدع شفتوه؟ ضفدع صغير يا حليلة شفتوه؟ كيرو ولا مناظرون؟ شفتوا الضفدع؟ سوري مع الضفدع شفتوا ضفدع صغينوني؟ وأخيرا لقينا الضفدع ومسكناه ولو أنه صغير بس يلا ما عليه. إن شاء الله نبي نلقى أكبر منه. إذا لقينا أكبر منه في الطريق مسكناه. طبعا لنا ساعة قاعدين تدوره فسعود يقول خله خلاص لازم نطلقه. لا تكفى. وش تكفى؟ بمسكه. طب وخر على الكاميرا تمسكه. تبغى تمسكه جرب تمسكه. لا ناخذ بيت نربيه. لا تبغى تجرب تمسكه؟ اي يلا بس خايف. لا تخاف امسكه زي كذا امسكه زي لا يطب. في احد يبغى يمسكه ولا خليه يروح؟ لا كيف يضني بعد ما يعض ما يعض. هات تمسك علي. يلا شوف حبيبي ذا ضفدع ذا سهل ذا. لا بمسكه كل سعبيل فيه والله كتكوت حرام. خلاص بخليه يروح ترى بخليه يروح. خلاص بخليه يروح. انا تكفى تكفى. يلا قد له حبينا تم. يلا امسكه اخر مره اخر محاوله. خلاص خليه يروح. يلا مع السلامة. ضفدع صغنوني. الحين جاء وقت الغداء. شوف شو مسوي. ما شاء الله. شوف الحمات. هذا حاش يا عمي. نعم حاش. ما شاء الله تبارك الله. ماشي. بركات بركات. وشلون تعرف ان اللي عندك جوعانين؟ تلقاهم كلهم متجمعين عند القدر ناظر. انا المقطع بصل. ترى صادق الولد والله حتى يحمس الكشنة شوف. لا والله الولد ما يلعب. الله 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 وش هالطاقية الحلوة؟ والله يا ترى كل المسألة إيه؟ جيك موية لاقيه في الشارع وهذه بريالين. يا سلام يعني والله يعني إبداع. ممكن أبيعها الآن بخمسة ريال عشرة ريال يسلم عليك. إبداع يعني شغلة تجارية. إي نعم ما شاء الله. ولا هذه اللي فوق عشان مثلا لو كان الجو حار ممكن لا لو صار في تنسيم في راسي يطلع فوق. هذه حركة جديدة. وما شاء الله تبارك الله أسمع صوت الكاتم وأنا بعيد. شوف 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 الإبداع. سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. يا مال العافية يا ابو زيد. الله يعافيك ابو شنوب. هذه اللي خليك تلهلي. يا سلام. واشكر اهل الجنوب جميعا الله يجزاهم خير وخاصة منطقة ابها ومنطقة عسير. اكرمتونا باخلاقكم الطيبة وفي كل زاوية وفي كل محل تلقى مرحبا ألف. ساعدنا والله أنا وهلي بتواجدنا بينكم رغم أنه ممكن سبب لهم ازدحام مع ذلك حاطينهم بعيوننا ويخدمونهم كأن عيالهم. فالله يجزاكم خير وهذا الشيء والله مو مستغرب عليكم. وبكذا وصلنا لهذا الفيديو. أتمنى الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسون أنكم تشاركونا وتحطون اللايك. وأيضا هذه الوردة ما أدري بس ليش قلت لي احطها؟ المصور قال لي امسك ورده ما ادري ايش يبغى الصراحه. قال لي يعني شو كذا بس ما ادري ايش فائدتها صراحه. اللي يعطيك لايك اعطى الورده. اللي يعطيه لايك يعتبرها جاتها قصدك كذا يعني؟ ايه يلا اللي يعطيه يلا اللي يحط لايك.
هايك يعتبر الوردة له، وهذه فكرة مصورنا الحبيب، ودائما أفكاره طيبة وجميلة زيه. وأهم شيء لا تنسون تصلون على النبي، ومع السلامة. توقفت فيها.